بعد 4 سنوات من المفاوضات الشاقة لتجديد البروتوكول الفلاحي الذي يجمع المغرب بشركائه الأوروبيين، نجح المغرب هذا اليوم في انتزاع تصويت البرلمان الأوروبي بالإيجاب على اتفاق لتحرير التبادل التجاري للمنتوجات الزراعية والسمكية بين الاتحاد والمملكة المغربية. Je crois que nous devons voir en solidarité comment nous pouvons ouvrir nos marchés. علينا الآن أن نعمل على توحيد مجهوداتنا لفتح أسواقنا في وجه بعضها البعض وخلق منطقة للتبادل الحر في حوض البحر الأبيض المتوسط، وبطبيعة الحال علينا البدء في مشاورات أخرى حول ملف الصيد البحري وتبني اتفاق متوازن. هذا الاتفاق الذي صوت عليه اليوم عرف سلسلة من المناقشات خاضها المغرب، حيث طرح في مرحلة أولى مشروع بروتوكول أمام أنظار لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، وحظي بتصويت 23 نائبا مقابل 5 صوتوا ضده. وقد تميزت المشاورات بدفاع عدة فاعلين اقتصاديين وشركات مغربية عليه. على مقاربة شمولية للشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللي كيدخل في إطارها المعاهدة ديال الصيد البحري، المعاهدة الفلاحية، ومجموعة من المعاهدات الأخرى. النقطة الثالثة وهي إبراز المصالح الأساسية والمتبادلة التي يحتوي عليها هذه المعاهدة. من شأن هذا التصويت أن يحسم في طبيعة العلاقة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. أظن أن عددا من النواب الأوروبيين والفاعلين السياسيين هم اليوم واعون بأهمية هذا الاتفاق الذي يربط المملكة بالاتحاد الأوروبي. من شأن مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي أن يحرر التبادل التجاري لصادرات الاتحاد نحو المغرب بنسبة 45%، وأن يحرر واردات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 55%.